ربنا يديك وتتغرب وتسافر. بس قبل ما تتغرب وقبل ما تسافر وقبل ما تفكر في النقطة دي أصلاً، هل أنت بتعمل للي في إيدك ده بضمير؟ يعني هل أنت اللي في إيدك ده بتعمله بالضمير المطلوب؟ شغلك، دراستك، أي حاجة، علاقتك بربك، علاقتك بأهلك، علاقتك بأي حد عموماً في الحياة، هل بتعملها بضمير العموم ده؟ يا عم بص بص، بقول لك إيه، هي مش ناقصة فلسفة، مش ناقص أعرف، إحنا مش عارف. بصوا يا جماعة، هي الغربة اتكتبت على ناس وناس لأ، وفي ناس بتتغرب فترة بسيطة وبترجع، في ناس بتتغرب فترة طويلة ومبترجعش، في ناس بتسافر فترة طويلة وبترجع. بس لكل حد عاوز يتغرب والكلام ده، أنا مش هقولك إن الغربة وحشة ودي تربيت تربيت عشان ما تشتمش، عشان عارف إن الناس أصلا قرفانة وزهقانة. لكن فيها شعور كده، شوية شعورات كده، حاجات غريبة مش هقدر اوصفها لك الا لما انت تتحط فيها. طب هقول لك على حاجه بسيطه، لما انت بتخرج بره البيت مثلا، انت متجوز او انت عايش مع اهلك، لما بتخرج بره البيت مثلا وتسافر شغل 3 4 5 ايام ولا اسبوع، وتبعد عن اكل الحاجه وانت اللي بتغسل وبتعمل كل حاجه بره البيت، او بترجع هدومك كلها معفنه ومنتنه جوه الشنطه بترميها للحاجه بتغسلها، شعورك ده ايه؟ فكر كده معايا، وصل لك الشعور ده؟ لو وصل لك الشعور ده بقى خد النكست ستيب، الخطوه اللي بعد كده. هل انت بقى تقدر سنة كاملة تطبخ وتمسح وتغسل وتنشر وتشتغل، ولو تعبت تبقى لوحدك، ما فيش مش عارف ايه، فيش ايه، ما فيش ايه، فيش متعة، ما فيش خروجات، ما فيش كذا، ما فيش ما فيش ما فيش. والله لو انت قادر على الشيء ده، تأكد ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك ابدا ابدا ابدا. انا الحمد لله بفضل الله عمري ما دعيت ربنا دعوة بفضل الله سبحانه وتعالى وتأخرت عليه، الحمد لله الحمد. بس ساعات بتتأخر شوية، الدعوة دي ساعات بتتأخر في استجابتها شوية، لكن ده بالنسبة لي، يعني التأخير ده بالنسبة لي هو تأخير، إنما التأخير ده أصلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى عز وجل، التأخير ده يعني هو في صالح أنا، يعني ربنا ادهولي في التوقيت اللي ربنا عاوزه. بالنسبة بتفكيرنا المتخلف والعقيم ده، إن ده تفكير إن هو تأخير، إنما بالله سبحانه وتعالى لا، هو ادهالك في الوقت المناسب. فمش لاقي كلام اقوله، بس الواحد عايز يستجم والله، يقعد في المكان ده، ويعني يعني زي ما انتم شايفين كده المكان ده، فانا يعني بحاول اجيب كلام على قد ما اقدر، لكن بجد الواحد عاوز يستجم كده، ما يفكرش في اي حاجه. بس سلام.